السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بشرح قضية التركيب الخاطئ وأسبابه والأشياء اللي تترتب عليه. عندنا مثلا التركيبة هذه، لو تلاحظون إن الزيت انفصل عن الكحول، انفصل عن الكحول، ولما الرج الآن يقلب إلى لون متعكر أو لون حليبي زي ما يسموه، فزي ما تلاحظون تعكر، بينما العطر اللي يتركب بشكل صحيح يكون هذا الناتج. فواضح جدا، واضح جدا التركيب الخاطئ. من احد اسباب الاشياء هذه اللي يصير معانا تعكر، اول شيء اضافة الماء المقطر بكثرة. انا سبق وقلت اذا انت تشتري من محل معبأ تمام، لا تشتري كحول وتضيف عليه ماء مقطر، لا تضيف. الإضافة تكون عندما تكون أنت عارف النقاوة كم النقاوة. إذا أنت منت عارفها لا تضيف ماء مقطر. السبب لإضافة الماء مقطر هو التخفيف لا أكثر، والعامل عامل تكلفة تمام، عامل تكلفة. يعني الشركات تخفف من قضية الكحول بسبب التكلفة. التكلفة للماء المقطر أرخص من الكحول. فزي ما تلاحظون خلاص بدأ يرجع الزيت الأسفل، ترسب الأسفل والموية يطلع أو الكحول لأعلى. طبعا نسبة الموية هنا عالية جدا عشان كذا تعكر معي. أنا حبيت أشرح قضية اللهم صل على محمد، قضية التركيب الخاطئ وإضافة الماء المقطر. إضافة أنه أحد أسباب التعكر أنه العلبة تكون جودتها سيئة تمام. فأول شيء تأكد من جودة العلب اللي تأخذها. إضافة إن ممكن يكون الكحول مغشوش ومضاف إليه موية بكثرة عشان ما يكون واضح تمام. فلذلك إما أنت تكون مركب غلط، أو إن المحل كان الكحول اللي معطيك إياه مغشوش، وخاصة في المحلات اللي تعبيلك، يعني يعبيلك زي العلبة ويعطيك. انا ما اثق في المحلات ولا واحد في السعودية كلها او اثق انه يبيع كحول جيد اذا كان يعبي نهائيا. خل ثقتك في المنتج واترك عنك البائع. البائع يحلف والله ما يحلف، صادق ما هو صادق، هذه انا ما لي علاقة فيها. انا علاقتي مع المنتج. المنتج جيد اوكي، منتج ما هو بجيد انتهى. اذا انا ما شفت ختم الشركة ولانه مقفل من فوق انتهى الموضوع، ما ناقش في الكحول نهائيا. فلذلك زي ما تلاحظون خلاص بدأ يرجع الزيت لأسفل، وراح التعكر يبدأ يصفى الموية والكحول وينزل الزيت لأسفل زي ما كان قبل شوي. تجربة بسيطة حبيت أثبت فيها قضية الثبات. هذا عطر تمام 1 مليون، زي ما تشوفون أنا حاط كم في العلبة، حاط 20 ملي في علبة 50 ملي. الغرض ما هو تركيب عطر، الغرض أكثر منه إني أختبر جودة الزيت. إذا كان هل حتى بقاء الزيت على القطعة أو القماش يبقى أو لا. طبعا اختبار كان على قطعة شماغ تمام، جلس تقريبا إلى الآن 26 يوم، 26 يوم، ورائحة ما شاء الله جيدة. القضية ما هي التركيب، يعني التركيب هذا 20 ملي تركيب خاطئ، تركيب خاطئ. السبب انه احيانا يبقع معي، انا ما ادري اذا كان عطر يبقع او لا صراحة، لكن نشوف على الورقة. لا الظاهر انه يبقع، لانه شوفوا لاحظوا اللون الاصفر، ما ادري اذا كان واضح او لا، لكن في لون اصفر خفيف جدا، معناته ان العطر هذا يبقع، والعطر زيتي ما هو مائي، زيتي. فلذلك تركيب خاطئ جدا، خاطئ. لكن القضية من ما هي قضية تركيب صحيح او لا، قضية اني اكتشفت ان الجودة دي يعني جيدة وزين الاستخدام. لكن اهم شيء انك تختبر المنتج. خذ عينة من المحل اللي بتاخذ منه، اختبر المنتج وبعدين قيم منتج، بعدين ابدأ اشتري الانتاج. ونصيحة للأخوان اللي حابين يجربوا، والأخوات، لا تشتري كمية زيوت كثير عشان تجرب، اشتر زيت أو زيتين وبعدين جرب.
في الدرس هذا شرحت اول شيء قضيه الزيت، شوف رجع الزيت ترسب ترسب وبدا يظهر، ما ادري اذا كان واضح الكاميرا ولا، لكن خلاص بدا المويه يصفى والكحول ويرجع زي ما كان. هذا تركيب خاطئ، وللاسف الرشوش تركب بالطريقه هذه، كثير جدا يركبون الرشوش بالطريقه هذه. يتركب رشوش، وش الاشكاليه فيه؟ ترسب الزيت او الروز ملك بعد فتره. روز ملك مركب تجاري يتكون من كربونات صوديوم ومعاها ماء مقطر ومعاها جلسرين. طبعا ما ادري ليه سموه روز ملك، يمكن عشان يمشي في السوق اكثر، لكن الغرض القضيه روز ملك فايته انه يمزج المويه والزيت مع بعض، لان زي ما نعرف المويه والزيت ما تمتزج، فلذلك يمزجها مع بعض ويركب لنا خليط متجانس. متجانس انه يعني مخلوط تمام، يعني زي سكر في مويه مخلوط متجانس. اهم شيء انه التركيب يكون جيد عندنا، زي ما قلت المواد تكون جيده. جوده الزيت مهمه جدا. هذه ما شاء الله 21 يوم او 26 يوم عفوا، لكن ركز ثبات وليس فوحان يختلف، ممكن يكون عطر ثابت بس ما يكون فواح، فهذه يحتاج لها تركيز. هذا اللي انا كنت بقوله. وصلى الله وبارك على نبينا محمد.